محمد هرجه ميتي العامل، منه محمد شعير ميتي العامل، إيمان جمال فودة جراح، منه محمد شعير ميتي العامل، إيمان جمال فودة جراح. خلاص حاضر. اتفضل سيد. لو سمحتم بعد إذنكم جميعا، بعد إذنكم جميعا كلمة واحدة أو ثلاث دقائق هنستمع فيها إلى كلمة من نموذج مشرف لمستقبل أبناء مصر، هذه الفتاة الصغيرة التي تمثل المرأة التي ذكرتها من قبل التي كانت لا تتكلم إلا بالقرآن. أمامكم فتاة صغيرة تكاد تكون معجزة في البيان عندما تتحدث، لا تخطئ أبدا في اللغة العربية. هي أمامكم تتحدث إليكم في ثلاث دقائق إن شاء الله. تسمع تعرف تكلمي؟ مش انت كنت معانا في طموح؟ ايوه قولي الكلام اللي انت وخلاص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا. ثم أما بعد، إنه من دواعي سروري أن أتيحت لي هذه الفرصة العظيمة لكي ألقي كلمة وجيزة عن القرآن وفضله. فالقرآن الكريم أنزله الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فمن قرأ القرآن بارك الله في عمره، وبارك في ولده، وبارك في ماله ورزقه. ومن أعرض عنه محق الله عمره وأزال هيبته وأفنى كابره وصاغره وجعل معيشته ضنكا وحشر يوم القيامة أعمى. اسمع لكلام الله تعالى في قرآنه الكريم كما ذكرت لنا سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أصحابه بقراءة القرآن والتلذذ به، فكان يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لك عند من أنزله وعند من تكلم به في يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فيدخلك الجنة بإذنه تعالى. والعجيب أن تسمع من بعد هذه الأمة من يقول لأخيه وهو يحاوره: والله ما قرأت القرآن منذ 6 أشهر. أي قلب يعيش وهو لم يمر بكتاب الله 6 أشهر، وهو يمر بالصحف اليومية والمجلات والكيد والقال وآراء الماجنين والماجنات؟ فيا أمة القرآن، ويا أمة محمد، ويا أمة الإسلام، ويا حفظة كتاب الله،
من يقرأ القرآن إن لم تقرأوه، من يتدبر القرآن إن لم تتدبروه، من يحفظ القرآن إن لم تحفظوه، من يعمل بالقرآن إن لم تعملوه به. لذا يجب علينا أن نتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وعملا وتدبرا. واسمع معي إلى هذا الكلام الطيب، كما قال الشاعر: يا حافظ القرآن طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، الله أكبر، يا لها من نعمة لما يقال اقرأ اقرأ فرتل وارتقى. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فبه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آية، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي يا أمتي، القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحقق. لذا يجب علينا أن نتمسك بكتاب الله عز وجل قراءة وعملا وتدبرا. فالكلام عن القرآن كلام جميل، وما أجمله من كلام. فالكلام عن القرآن كلام يطول ذكره. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقدم شكري وتقديري للقائمين على هذا العمل، وعلى رأسهم الحاج الأستاذ طارق حرج، سائلين الله أن يتقبل منهم هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. طبعا أعتقد أن هؤلاء وأن هذه الفتاة وأمثالها إن شاء الله هم قادة المستقبل بإذن الله، بحمل كتاب الله عز وجل وبهذا البيان الفصيح التي لم تخطئ فيه. استمع إليها منذ ليلتين في مقال آخر في مكان آخر، استمع إليها السيد الوزير المحافظ حسام الدين إمام، فمنحها جائزة تشجيعية 5000 جنيه. شكر الله لها وله. شكرا.